يقول الإمام نسي قراءة سورة الفاتحة في إحدى الركعات سهوا، ماذا يترتب عليه وعلى المصلين خلفه؟ والله سؤال جميل جدا. يعني يقول الإمام هو الذي نسي الفاتحة، يعني ما قرأ الفاتحة وركع، والمأمومون صلى قرأوا الفاتحة لأنها ركعة سرية الظاهر، فهنا الإمام صلاته لم تكتمل والمأمومون صلاتهم كملت، فهنا الإمام بعد قبل أن يسلم يقوم إلى خامسة، طيب يقوم إلى خامسة ويشير لهم اجلسوا، يعني لا تقومون، يعني الآن اللي غلطان يعني يبين لهم عن طريق تعد ما يكلمهم حاتيهم، لكن يشير لهم خاصة إذا سبحوا يشير لهم اجلسوا، يعني حتى يفهم الناس أن الإمام هو المخطب. وهذا للأسف يعني هذا الأمر يجب على الأئمة أن يتكلموا في خطب الجمعة في دروس المسجد، ينبه الناس بذلك. أما خطب الجمعة كلها سياسة واقتصاد ويترك هذه المسألة.